انا بعدا حكيم هو الكابيتان فهاد ستاج وبغيت نشكره باسكو اللي كيدير الناس عندهم واحد الشوفه ديال حكيم بحال اللي بصراحه ملي كتصوروه ما كيضحكش بزاف كيبان لك بحال واحد الولد اللي ديما ملي كاين واحد اللاعب جديد هو الاول اللي كيمشي لعندو كيدخلو في الجروب ومع ابراهيم دارها وكيتفاهموا بالعكس واي كويري كيبغي يلعب مع كويري هادشي اللي خصك تعرف مع الزرق ما كيبغيوش يلعبوا دونك بالعكس بجوج بيهم مفاهمين بجوج بيهم باغيين يديروا ليستوار مع المغرب وبجوج بيهم عايشين مزيان دونك ما كايناتش هاد علاقه وعارف شنو باغي يقول مراد دابا حنا عندنا فرقه دراري جدادين جايين وبحال اللي حنا كنفتشوا على البوز باش نديروا المشاكل اللي فين ما كاينش كلشي غادي مزيان ربحنا لعبنا مزيان تفاهموا واش كيبوسوا بيناتهم ولا كياكلوا بيناتهم زعما ما عندها حتى علاقه هما ملي كيدخلوا كيلبسوا القميص كيبغوا يتقاتلوا على المغرب كيتفاهموا دونك هذا الشيء غلط والثانيه غادي لا كاين الدور ديالي كاين الدور ديال ستاف كاين حتى الدور ديال اللعابه باغ اكزومبل واحد اللاعب بحال اشرف كيفاش دخل ابراهيم مع الجروب سي نورمال باسكو العلاقه اللي عنده معاه الياس مع الدراري اللي كانوا قبل اللي لعبوا ضدو دونك نو فهذا الشيء الحمد لله تقدروا تقولوا لي بغيتوا في لا تاكتيك في كل شيء بحق في الجو ديال اللاعبين اللي كان قبل ما بقاش الدراري كيبغيو يلعبوا بيناتهم كيتفاهموا ابخي بيان سور يارا توجور لو سوسي دو لا لونغ واحد اللي عايش اسبانيا ولا كيهضر اكثر اسبانيوليه غيتقرب من واحد اللي كيهضر اسبانيوليه بحق دايلي تزادوا في البلاد كلشي الجروب عارفين دابا سي ان بروبليم كون ا فريمون ريغلي دوبي لونتون كاملين عارفين ملي كيجيو هنا كيلبسوا التوني ديال المغرب على المغرب وما كانش لي جروب دونك بالعكس هادشي اللي غتقرا ولا غديروا غير اللي باغين لي لايك باش يديروا شويه الفلوس للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في